بسبب وفاة وزيرها. طبعا الكل عارف رئيس الاركان الحالي الفريق صدقي صبحي، ورئيس الاركان احتمال يبقى الفريق احمد وصفي. ولكن في النهايه نقدر نقول ان امام الحكومه القادمه مهام صعبه جدا جدا جدا. بس هذه الحكومه أصل في نقطة ذكرها دكتور جمال سلامة إنه أداء الحكومة في الفترة القادمة سوف يحسب لها. طيب هل يحسب لها إزاي؟ أنا مش فاهم. ما هي دي النقطة اللي أنا عايزة أستفهمها من حضرتك، وهبدأ بدكتور إيهاب، لأنه إذا كنا متفقين على إنه الوقت ضيق والوقت صعب والمشكلات كثيرة والمعالم غير واضحة، طيب إلى متى سنظل نراهن على الكفاءة والجودة إذا كانت الظروف بالأساس غير مستقرة؟ يعني دي نقطة هي محتاجة استوضحها. هو مهما تكون الظروف غير مستقلة، الحكومة هي اللي بتخلق الظروف وهي اللي تقدر تغير من الظروف، دي رقم واحد. اتنين، فكرة حكومة مؤقتة دي في الحقيقة برضو اختراع مصري، يعني حتى لو الحكومة جاية تقعد 3 أسابيع من حقها أنها تصدر قرارات وتغير على أساس أن الحكومة اللي بعديها هتيجي تكمل هذا القرار. لكن لو هي تقول أنا حكومة مؤقتة أنا ما اتخذش قرارات، دي بدعة مصرية ما مش موجودة في أي دولة في العالم، لأن لا يوجد دولة ودولة كبيرة بحجم مصر كده ومليانة مشاكل تستطيع أنها تستمر بدون اتخاذ قرارات واتخاذ تشريعات وتعديل في بعض الأمور. ففكرة الحكومة المؤقتة دي فكرة في الحقيقة غير صحيحة. حتى لو الحكومة اللي جاية هتقعد 3 أسابيع، ومين قال ان هي تقعد 3 شهور او احتمال ان هي تكمل بعد انتخابات الرئاسة، رئيس الوزراء يستمر او عدد كبير من الوزراء يستمروا، بالإضافة اللي احنا يجب ان احنا نتغير، يجب ان احنا نكمل شغل بعض. ده الشيء الطبيعي، خاصة ان احنا صوت الشعب دلوقتي بقى عالي غير زمان، يعني الناس بتراقب اكتر، بتنتقد بحريه اكتر، بتتكلم، ما بقوش يخافوا على اقل تقدير. فلما هم يشوفوا ان كان في وزير بيشتغل كويس ويجي يتغير هتبقى صعبه. لما يشوفوا ان هو اتخذ سياسه معينه ويجي الوزير اللي بعديها يغيرها تماما لا هياخدوا منه موقف. فانا اعتقد ان الحكومه مهما كان الفترة اللي هي تقعدها يجب ان هي تشتغل وتبدأ الخطوات وتيجي الحكومة اللي بعديها تكمل الخطوات. طيب الملف الامني، طبعا اول اعلان بعد استقالة الحكومة جاء من وزير الداخلية انه باقي في منصبه على الاقل لتسيير الاعمال. الملف الامني اشار اليه رئيس الوزراء في خطاب استقالته، قال انه الحكومة حققت نجاح كبير في هذا الملف. كيف تقيم هذا الموضوع؟ وهل بقاء بالفعل اللواء محمد إبراهيم في منصبه هو الشيء السليم في هذا التوقيت أم لا؟ يعني في البداية اسمح لي أن الحكومة القادمة العين عليها كبيرة. المنطق الغريب بتاع الوزراء، يعني أنا سألت وزير التعليم مؤخرا بقول له في حاجات في الشأن التعليمي، فقال لي أنا مش عادل الكون في 6 شهور وأنا ماشي، يعني فيما معناه كده. يعني فهذا المنطق ده منطق كارثة، ان الوزير يقول انا بمشي اموري وعشان انا ماشي، مش موجود في اي دولة في العالم. صحيح. انا لو هقعد يوم اترك بصمة، لو هقعد ساعة اسيب بصمة. صح. ولكن ما يحدث عندنا ده ما حاجة نادرة، يعني ما دي نقطة. النقطة التانية، اعتقد ان الوزير الشاطر بالمعنى البلدي كده هيستمر مع بعد ما يجي برلمان، حتى هيستمر على طول. عندنا وزراء موجودين والتاريخ بيقول ان في وزراء استمروا، يعني عايز اقول وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء استمروا 9 سنوات ايام عصر حسني مبارك، واستمروا حتى حكومة الدكتور كمال الجنزوري بعد الثورة. وزير شاطر انجازاته كاشفة نفسه. اللواء ابراهيم، المهندس ابراهيم محلب، ايه اللي يعني سمع ليه؟ لان هو اشتغل بطريقة غير تقليدية مثل باقي الوزراء، عمل ينزل ويسافر واتخذ قرارات شجاعة. لدرجة ان الدكتور الببلاوي اسند اليه، خصص له، يعني عمل له مجموعة جديدة اسمها المجموعة الخدمية، ودي اكبر مجموعة في مجلس الوزراء. دي بتضم 25 وزير خدمي اللي هم بيحتكوا بالجماهير مباشرة. كل يوم الصبح الجماهير بتحتك بهذه الوزارة، انبوبة البوتاجاز، الاسعار، الكهرباء، البترول، البنزين، دي كلها اسمها المجموعة الخدمية بتضم 25 وزير. ودي المجموعة أكثر مجموعة بيتم فيها التغيير. دايما بيتم التضحية بوزرائها. ليه؟ لأن شغلهم باين أمام الناس يعني. فهو أسند إليه المجموعة الخدمية، فهو كان بيشرف على هذه المجموعة. ولكن هذه المجموعة لم يمر على إنشاء حوالي 2 أسبوع تقريبا أو 20 يوم، فما لحقتش تشتغل يعني. فهنشوف بقى بعد ما يصير رئيس للوزراء هيبقي عليه. دي عندي المجموعه، في 3 مجموعات زي ما حضرتك عارفين، في المجموعه السياديه
هي مستمرة كما هي باستثناء منصب وزير الدفاع. الخارجية والداخلية باقي، الإعلام غالبا باقي برضو لحين إعداد مشروع قانون المجلس الوطني للإعلام. فبالتالي لكن المجموعة الاقتصادية باقية، ممكن كلام ممكن وزير الاستثمار 50% و50% ان هو قاعد وماشي. وزير التجارة قاعد، عندي وزير التخطيط بعد دمج وزارتين زي ما قلت لحضرتك قبل كده. فبالتالي الماليه 50% غالبا ماشي الماليه على فكره. يمكن هو الوزير المرشح رقم واحد ان هو ماشي في هذه الوزاره الماليه. وبعدين عايز اقول لحضرتك من اخطاء الحكومه، اسمحي لي، من اخطاء حكومه الدكتور بقى اتخذت قرارات ما عملتش حسابها ان هي تنفذها، زي الحد الادنى للاجور. احنا في شهر فبراير ولغايه دلوقتي بيدوروا على فلوس علشان يوفروا اعتمادات لحد قبليه. وبعدين انا ما شفتش القرار في الجريده الرسميه. انا كحكومه انتقاليه، حكومه بأدي، لازم اشوف احل المشاكل اليوميه. ما اتخذش قرار وبعدين ادور عن تنفيذه. اسمحي لي في نقطه اخيره، يعني هي في مساله القرارات، حكومة الدكتور الببلاوي قعدت 7 شهور، هي نفسها فترة حكومة الدكتور كمال الجنزوري. قارني بين الاتنين هتعرفي الفرق في القرارات وفي الحسم وفي الجدية. في النقطة عايز اتكلم فيها. كنت عايز اسال فيها. طب انا عايز اعلق على حاجة قالها استاذ ناصر، احنا ما اختلفناش من اول ما قعدنا، فانا عايز اختلف معاه كلامه حلو في الحقيقة. على المهندس ابراهيم محلف، في الحقيقة انا مش عايز اضخم قوي في الحاجات اللي عملها ولا عايز اقلل، يعني في النهاية كونه ينزل يزور محافظات ده حاجة كويسة، لكن ايه القرارات اللي هو عملها فعليا غيرت من الوزارة بتاعت وزارة الاسكان؟ من المعروف ان الاسكان عشان تتحل مشكلته هي لها طريقة واحدة اتبعتها كل الدول اللي بتفهم، واحنا اللي احنا نعمر الصحراء نوصل لها المرافق ونبيع الاراضي بسعر رخيص. ده الحل الوحيد والامثل لمشكلة الاسكان في مصر. اتنين الاهتمام بموضوع العشوائيات. ولا الخطوة الاولى عملها ولا الاهتمام بموضوع العشوائيات في الحقيقة عملها. ففكرة ان هو ينزل محافظات ويزور ويعمل في الحقيقة ما تكفيش قوي، عشان ما يبقاش عندنا تفاؤل زيادة عن اللزوم. يعني طبعا هو كلام الدكتور ايهاب يعني يحترم وكده، ولكن مسألة الاسكان في اساتذة الجامعة وفي خبراء وفي مركز كبير لبحوث الاسكان. مسألة المدن الجديدة دي في تراكمات فيها، وفي كان في قبل كده نظام سبوبة حصل فيها وكده، فهو مش هيصلح في يوم وليلة يعني. لكن أقدر أقول لك هو أصلح ما خربته أيادي الإرهابيين بسرعة. يعني كان أول وزير في أي مكان يحدث فيه مثل مديرية أمن الدقهلية أو القاهرة أو غيرها، هو حتى في جامعة الأزهر وغيرها كان بيأمر بالإصلاح في مش بالأيام بالساعات. فهو كان بيتحرك ونشيط في حركاته، فلكن في النهاية ما أقدرش أحمله رؤية متوسطة أو كبيرة الأمد. أنا حاسبه على الفترة اللي هو ظل فيها، ما أقدرش أقول له اعمل مدينة جديدة وسكن فيها الناس في 6 شهور يعني. فدي وجهة نظري. طبعاً وإحنا طبعاً يعني هنشوف أداؤك كرئيس وزراء إذا صدقت هذه الانباء يعني. توقعات، بس احنا عايزين نعرف ايه يعني برايك ايه اهم الاخفاقات اللي مرت بها الحكومه في الفتره الماضيه؟ يعني في 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 طبعا اخفاقات، وفي قرار زي ما حضرتك قلت كان المفروض يتم اتخاذها او قرار تم اتخاذها وكان يتم تطبيقها، وكل هذا لم يحدث. ايه اهم الاشياء اللي ممكن نتوقف عندها؟ هي في الحقيقه الاخفاقات بتاعه الحكومه كتيره جدا يعني. لو قلنا اهمها ان هي ما عملتش تغيير واضح. يعني الشعب بعد الثوره محتاج ان هو يحس ان في تغيير واضح وجذري وكبير، اللي هو فكره ثوره 25 يناير لما قمنا بيها كنا بنقول عيش، حريه، عداله اجتماعيه. فلم يتحقق العيش ولم يتحقق الكرامه ولم يتحقق العداله الاجتماعيه. اول اخفاق لو عايزاني احددهم لك العداله الاجتماعيه. ايه القرارات اللي عملتها الحكومة عشان تحقق العدالة الاجتماعية؟ مفيش إلا الحد الأدنى والأقصى، وهذا طلع أنه هو في الحقيقة ما تمش تطبيقه. اتنين، تهيئة مناخ الاستثمار، لأن احنا في النهاية في الاقتصاد لما بنيجي نتكلم على سياسات كتيرة نقدية ومالية وخلاف، كل ده بنعمله عشان ايه؟ عشان نزود الاستثمار، لأن هو الحل الأمثل. كل ما يزيد استثمار معناها ايه؟ معناها مصنع جديد، معناها إنتاج جديد، فده دخل جديد و
استهلاك جديد. ده لم يتم اي اجراء تعديل في مناخ الاستثمار. عندنا مظاهرات، عندنا مشاكل من الاخوان بتعملها كل جمعه، بس مقابل هذا كان يجب انهم يدوا تسهيلات اكتر في مناخ الاستثمار. التعقيدات البيروقراطيه الموجوده، حل مشاكل المستثمرين، اعطاء مزايا، اعطاء اراضي باسعار رخيصه، هذا لم يتم تماما. ان الاخفاق الثالث ان الحكومه ما كانش عندها رؤيه، يعني ما كانش عندها برنامج. يعني الف به حكومه اول ما تيجي لازم تعلن عن برنامج، ادي البرنامج بتاعنا 1 2 3 4، والله احنا هنحاول ننفذه، في عندنا على المدى القصير وفي على المدى المتوسط وفي على المدى الطويل. لو احنا مشينا بعد المدى القصير يبقى الحكومه اللي بعد كده تنفذ. الحكومه ما اعلنتش اي في الحقيقه برنامج. الشيء الأخير، لأن الإخفاقات ممكن أقعد نقول لغاية الصبح، يعني إنه اللي هو البرنامج اللي قالوا عليه نشاطه الاقتصاد، في الحقيقة كان فيه نوع شوية في الحقيقة من عدم الحقيقة. إن هذا البرنامج عبارة عن صرف على البنية الأساسية. الصرف على البنية الأساسية ده شيء طبيعي بيتم كل سنة، يعني لا يمكن إن إحنا ما نغيرش ماسورة مجاري، ما نغيرش ما نرصفش الشارع. هم حطوا الحاجات دي وقالوا إن ده تنشيط. هو الجيش كمان تدخل حتى في إصلاح البنية التحتية والكباري والكوبري اللي انهار مؤخرا في منطقة المطرية. يعني مزبوط. الجيش كان بيقوم بدور حكومات في الفترة الماضية، لأن هو تكلفته في الحقيقة قليلة. لما بيقوم بالحاجات دي تكلفته قليلة. أو يعني أنا هو دور الجيش بيبقى عندما تدخل في الحالة المدنية ده مؤقت، لكن هو دوره الأساسي زي ما حضرتك عارفة في مهمة الدفاع عن الوطن في الخارج. لكن الحكومة التي تعتمد على القوات المسلحة في كل شيء ده مش حلو يعني. صح. دي نقطة. النقطة الثانية إن أنا من هذا البرنامج المحترم بدعو إلى سنة اتبعها الدكتور كمال الجنزوري ولكن لم تتبع بعد كده ولا قبل كده. مش معقول ان انا كل اي وزير يجي يبدا من الصفر، يسيب الدراسات والابحاث والشغل اللي كان الوزير اللي قبليه شغال فيها وينسب كل حاجه لنفسه. احنا لا نجيد العمل الجماعي حتى في الوزاره. الجزر المنعزله اخطر شيء يهدد الحكومه. الدكتور كمال الجنزوري كان الدكتور كمال الجنزوري احنا شفناه وصورناه وهو بيسلم ملفات كل وزاره للدكتور هشام قنديل. صرف النظر عن انتماءات سياسية. صحيح. سلموا الملفات دي. عندما جاء الدكتور حازم الببلاوي لم يحدث تسلم ولا انا عايز زي القوات المسلحة كده، نفسي اشوف كل وزير نصوره هو بيسلم الملفات اللي شغال فيها، ماذا تحقق وماذا لم يتحقق وما اخفق فيه وما تقدم فيه الى الوزير الجديد. الوزير الجديد يبدأ يكمل البنى. ما يجيش يشيل كل حاجة يمسحها بأسيكة ويبدأ من الصفر. دي كارثة. وبتحصل كل حكومة. فبالتالي ايه المانع ان انا يبقى فيه نظام كده نقول عليه بروتوكول كده مدني، اللي هي نظام تسليم وتسلم الامانه زي ما بيقولوا احنا بنتسلم من القياده. لا اتسلم مش من رئيس وزراء لرئيس وزراء. كل وزير يقابل الوزير الجديد ويسلمه مثلا ملف الخبز ايه اللي تم فيه، ملف الانابيب ايه اللي تم فيها، ملف سد النهضه ايه اللي تم فيه. ما جيش بقى اروح ماسح القديم كله وابدا من الصفر عشان اثبت ان انا يعني قوي وان انا فاهم. لا ما يصحش الكلام ده. الحقيقة زمان المرحلة المتبقية في عمر الحكومة الجديدة مش هتسمح. لا انا شوف يا حضرتك، هو عرض الملف مش محتاج جهد ولا ذكاء. مش ما فيش وقت انه يبتدي من اول وجديد. هو فعلا لازم ما هو يتم البناء على ما تم. لكن ده هذا لم يحدث. احنا شفنا الملفات وصورناها ماذا تحقق في توشك ايام كمال الجنزوري، سلموا للحكومه اللي بعدها. ماذا تحقق في شرق العينات، ماذا تحقق في الكروت الذكيه، ماذا تحقق في بالنسبه لمشاكل الفلاحين. لم يحدث ذلك. فمش عايزين نكرر نفس الخطا. الرئيس الوزراء الجديد عليه اول مهمه، اول قرار يصدره كل وزير جديد يروح يزور كل وزير يبقى يحدث تسليم وتسلم. لان احنا ما عندناش وقت والبلد ضايعه. مش ناقصه ان احنا نبدا من الصفر في كل حاجه يعني. صحيح. في حاجات تحققت وحدث فيها تقدم تحترم ويؤخذ بها وننسبها لصاحبها.
نتمنى طبعا ده، ونتمنى ايضا انه ان شاء الله في الساعات القادمه يتم حسم كل هذه الموضوعات العالقه، من هو رئيس الوزراء القادم، موقف المشير عبد الفتاح السيسي، حتى تكون الامور اكثر وضوحا للمواطنين. نشكركم شكرا جزيلا الاستاذ ناصر فياض مدير تحرير جريده الوفد والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء، وايضا الدكتور ايهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد باكاديميه السادات للعلوم الاداريه. شكرا جزيلا لحضرتك، ونشكركم مشاهدينا شكرا جزيلا ايضا على متابعتنا في هذه الحلقه. في الاسبوع القادم حلقة جديدة من السيناريو القادم، إلى اللقاء.